الله الرحمن الرحيم. لازلنا في مزرعة حمد بن جمهور العباس، وهذه أشجارة الصنفقيق. الصنفقيق من الأشجار النادرة، وأشجار ورقية، والأشجار الورقية هذه تسمى الصنفقيق في نجران، وتسمى الغرب، تسمى في بلاد عسير الغرب، وفي بعض الماء وفي تهامة تسمى الغرب. والأشجار هذه أشجار طيبة ترعاها الغنم وترعاها الإبل، ولكنها من الأشجار النادرة القليلة جدا. وحمد بن جمهور هذا زرعها في مزرعته واجتهد وجزاه الله الخير، وهذه من الأشجار الطيبة. هذا ورقها مثل ما انت شايف، هذا ثمرها حبيبات مثل حبات الخرز، المرجان الحمراء، وفوائدها طيبة، خشبها طيب، وورقها طيب، ونباتها طيب، ترعاها الطيور تأكلها الطيور الثمر، والقرود ترعاها تأكلها تشابك عليها، ولا هي حتى لذيذة حتى للإنسان يأكلها، يعني كفاكهة. وسلامتك وسلامة المشاهدين.